أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرف ما إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم ما أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يطي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ك
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا فهل يهلك إلا القوم الكافرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلى
بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين كفر عنهم